احسبوا يعني 80 مليار تمام. نص هذا اني بالضبط 43 مليار موازنة تشغيلية رواتب موظفين. زين جامعين اعطيتهم رواتب عن الناس رواتب موظفين محسوبة هي من الثمانين هاي احكي لي 23 ليه 23 هذين رواتب موظفين 12 تريليون و800 فلوس الغاز الإيراني. زين 6 مليار دولار تقرير ديوان الرقابة خسرتها الكهرباء بالمحطات اللي دمرت من داعش. حسبوا يا خلصان؟ لا شو خلصان؟ بعد قد؟ أساد أحسب ايه 43 ايه و 12 و 800 قول 13 و 6 مليار احسبوا يا 53 56 62 مليار. زين واضح؟ ايه 62 مليار طالع من ذن اللي ذكرت لك اياه. ايه اليوم انا ايش قد عندي انتاج؟ ب 2003 مو ذن نصرفه من 2003 للان صح؟ ايه ب 2003 الانتاج مال عموم العراق 3400 والان عندك 27 ونص. زين هسه خلينا نحسب هيك حسبه وهذا اللي يحسبها كل خبراء الطاقه. ايه ال 1000 ميجا واط بمليار. ايه هاي حسبه عالميه سوق عالمي 27 مليار ونص. احنا سويناه بقل من المليار. ايه احنا انتجناه بقل من المليار. زين تمام. خطوط النقل لو طاقه انتجه وخلص. خطوط نقل ابراج ضغط عالي 400 و132 محطات تحويليه قطاع توزيع نفقات حاكمه سيارات تصليح ابراج توقع طوارئ راح تلقى انه هذه ال 80 مليار مبوبه بالدينار الواحد وانحطت على ميز لجنة النزاهة النيابية ولجنة الأمر الديوان النيابية ولجنة الطاقة والكهرباء النيابية. شنو رأيك أنه أعلن أنه استيفاء المبالغ؟